قرر السيد رئيس الجمهورية أيضا تكريم أفراد السلك الطبي، أطباء وشبه طبيين وعمال صحة رجالا ونساء، ذلك الجيش الأبيض الذي وقف في وجه الوباء الذي اجتاح بلادنا وكل المعمورة. يأتي هذا التكريم عبر ثلاث مواطنين من أبناء هذا الوطن بإسدائهم أوسيا بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني. واسمحوا لي أن أستهل الذكرى المرحوم البروفيسور سي أحمد مهدي رئيس مصلحة الجراحة العامة بمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبوليدة، الذي التزم منذ ظهور جائحة كورونا الخط الأمامي مع زملائه الذين يعملون على وقف زحفه وتفشي هذا الوباء. التفاتة طيبة، ومن خلالها نلتمس من سيادة رئيس الجمهورية تكريم ليس فقط للمجهودات المبذولة من طرف الوالد لمثل القطاع الصحي الجزائري واللي شغل لمدة أكثر من 45 سنة في القطاع الصحي، وإنما أيضا تكريما لأرواح كل المرابطين المخلصين الأوفياء في أعمالهم لخدمة هذا الوطن ولخدمة المرضى والقطاع الصحي بصفة عامة. نأتي على ذكر المرحومة الطبيبة ابنتنا وفاء بوديسة التي اختطفت الأجل المحتوم وهي حامل، حيث كانت تؤدي مهمتها النبيلة بمستشفى رأس الواد بولاية برج بوعريريج. نفس الإنسان بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني قرر السيد رئيس الجمهورية إسداءه للمرحوم البطل أخونا طلحي جمال الذي وفاه الأجل بعد إصابته بوباء كورونا، حيث كان ينقل المرضى بسيارة الإسعاف في المستشفى ببوفريك بكل شجاعة وإخلاص. كان في خدمته كان إنسان محترم، خدمته ما يخافش، جامي يخاف ولا يقول لك اللي مكتوبة من عند ربي تجي، جامي يقول لك زعما ما نديرش هذيك الحاجة ولا جو مسوفيان كي جات هذه الكورونا قالوا له دير كونجي، قال لهم إلا درت أنا كونجي شكون بالمرضى، كي ندير أنا كونجي الآخر يدير كونجي شكون اللي بالمرضى. ومعايا أنا كان نعمل أب، كان أب طيب وجامي نتفكر حاجة ماشي مليحة عليه، توجور لي بون سوفونيغ.